السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، تحياتي لكم كبيره من عند خدكم. كي دايرين؟ اموركم هانيه؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله، يا ربي امين. اليوم باذن الله خدكم رجعت لكم بواحد الفيديو، يعني بسيط فيديو عادي. نتمنى يعني تعجبكم هذه الوصفه هذه اللي غادي ندير معكم، مش يعني الحريره ان شاء الله غنشارك معكم، يعني غايبه لكم الحمص تعرفوني شنو غندير. اليوم ان شاء الله غادي ندير الحريره ديال الإقامة، وبغيت إن شاء الله نشاركها معكم، ونتمنى تعجبكم بالطريقة ديالي، وتبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. وبسم الله على بركة الله، عندي هنايا زلافة ديال الحمص، هانتوما عندي كندير الحمص يعني مرطب، زليفة وزليفة ديال القزبور ومعدنوس مقطعين، الكرافس ما لقيتوش، ما بعيدة يعني ما تقديتوش، ومني مشيت خديت نتقدى من الحانوت يعني ما لقيتوش عند الخضار، ما لقيتوش، ما عندوش اللي قريب ليا. وانا غنديرها ماشي مشكل، يعني غنديرها بالقزبور ومعدنوس، عندي زليفه مقطعه مزيان، ماشي يعني ضروري حتى بالقزبور ومعدنوس، راه كتجي زوينه. وعندي هنا شويه ديال اللحم، العدس حتى هو غير شويه ما كنقويش، واحد الضمه ديال السمن، وهذه الشعريه هذه حتى يعني ملي غنبغي ندورها من بعد ما طيب غندير فيها، يعني غندورها بالشعريه ان شاء الله الدقيق، هادو غنخليهم من حتى الاخر. وزيت المائده راه ضروري، مطيشه ديال الحب، مطيشه ديال الطريه، يعني هنا عندي واحد كيلو هكاك ولا كيلو طحنته ديال المطيشه، طحنتها ما تنطيبهاش، يعني مطيشه هكاك تنحيد لها غير هذوك، تنقيها مزيان ونخليها بالجلده ديالها هي والبصله، وطحنتهم في مويونيت هكا. وفي لاطريه عندي سكنجبير وخرقوم البلدي والبزار والتحميره. تبعوا معايا طريقه كيفاش غادي نصب هاد الحريره، ان شاء الله تجي زوينه. بسم الله، رديت المقراش يطيب باش غنروي به وما تقلاش ليا، ونكحز هاد الشيء باش تكون تبان لكم الصوره. صافي هنايا غادي ندير مطيشه، هانتوما من بعد ما طحنتها كتجي عرفتي كطحنها بحال هكا بالجلده ديالها راه كتجي زوينه. كنطيبو البصله، بسم الله، وغنزيد هنا الحمص، ندير كلشي في دقه وردت تقلى الربيع. زليفة، غندير مطيشة د الحب، دوك الحي اللحم، دوك الحيبات لي قطعت طريفات، صافو. غندير شوية د الزيت حسب معلقة هكاك، درت الحيمات شويه فيهم من الماء مبارك، واحد من القنقيه، هنا غندير واحد جوج معالق صغار ديال التحميره، معلقه صغيره ديال البزار، معلقة صغيرة ديال الخرقوم البلدي، ومعلقة ديال السكنجبير، كلهم معلقة صغار، معلقة صغار. غندير هاد الضامة ديال السمن حتى نبغي ندورها، ملي غنبغي ندير الدقيق والشعرية عاد غنزيد السمن لاخر. الحريره كتبغي السمن، صافو. غنشلي هاد العدس غنغسلو تاهو ونزيدو هنايا، نجيب واحد زليفة فاش نغسل، مغسلتوش، غنغسلو.
غندير العدس بسيطه هانتوما البنات. صافي هنا راه درت كلشي، درت يعني مطيشه ودرت الربيع العطريه السمن كلشي يعني العدس كلشي، ودوك الحيمات غنردها دابا تقلى ان شاء الله مزيان ونرويها وعاد نسدها لها تصفر باش طيب مزيان، من بعد ان شاء الله نرجع معكم ملي غنبغي ندورها. صافي هنايا البنات الكوكوط بعد ما طابت صفرات على الحريره طفيت عليها، نتوما نوريكم. صافي هنا راه طابت، زدت غير شويه ديال الروا بعد ما حليت عليها لقيت الحماص والعدس وهذا راه طابو. صافي زدت الروا على قد اللي بغيت وصافي هنا غندير لها دابا. نسيت حكا قبل البنات سمحوا لي ما حطيتش الملح وما ذكرتهاش، راه انا من بعد ما حطيت فاش شعلت على ورويت راه درت الملح حيت ما ذكرتهاش في الفيديو قبيله. دابا هنا غندير الشعريه، هانتوما غندير هنا الشعريه باش طيب باش تغلى ليا. صافي وغادي نبدا، سمحوا لي البنات ما عنديش كيفاش غندير، بغيت ندور نقاد الكاميرا لاست كندير ليها باش ندورها قدامكم يعني بالدقيق باش نوريكم كيفاش كتجي التقوليه ديالها كيفاش كتجي. المهم سمحوا لي انا غدا نقطع الفيديو تنقد الكاميرا. صافي هنا البنات رانا قديت الكاميرا شويه باش تبان لكم. صافي هنا راه الكوكوط غادي نبدا هنا الدقيق ها هو اللي خلط دقيق الفورس هنايا خلطته هاكا تيجيني بحال هاد الخليط هاكا. هانتوما دابا غنبدا ندور الحريره، بسم الله ما تخوش الدقيق في دقه شويه بشويه. هانتوما كنبداو ني كنخوف في الدقيق وتنحركو باش ما تجيش مع الصدمه من تحت. هانتوما باش صافو كتبقاو نتوما كتحركو حتى كتشوفو التقوليه اللي بغيتو في الحريره. هانتوما تنبقى ندير شي دقيق شويه بشويه وتنحرك حتى كتبان ليها هي بدات كتقال، دابا بدات كتقال. تقريبا غادي يجي هاد الخليط اللي خلط هو هداك النهار. هانتوما بدات كتقال، نخليها دابا تبقى تغلي 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 تتحيد منها الكشكوشه، غنطفي عليها ونزيد عليها واحد شويه ديال السمن. السمن دير واحد المعلقه صغيره ديال السمن باش صافي نخليها تطبخ. صافي هنا البنات راه بدات كطبخ. هانتوما بعد ما درت الدقيق صافي كنبقى نحركها باش ما يتعصطش هذاك الدقيق في الكاع ديال الكوكوط. صافي دابا نبدا نحركها هكا شو باش تقاد يعني. هانتوما شفتو التقوليه ديالها كيفاش كتجي. دابا غنزيد واحد المعلقه ديال السمن، سمحوا لي هنايا عندي معلقه ديال السمن صغيره ما عنديش كندير. سمحوا لي الاخوات الا كانت تيجيكم التصويره ما مبقاتش، راه خصكم راه كتشد بعض المرات البيض وتخدم بيد. وهنايا عندي واحد شويه ديال المعدنوس خليته باش نرميه كيعطي واحد النسمه واعره. دابا من بعد ما كترمي شويه ديال السمن في الاخر غادي نزيد شويه ديال المعدنوس واحد هكا معلقه صغيره هكا هنايا. صافي ونحرك صافي ديك النسمه في الاخر زوينه بعد ما تدور. هانتوما هاتي لا ريحه ما شهيتكم فيها، جات واعره بصراحه جات غزاله. نتمنى الاخوات تجربوها في هذا البرد، تبعوا الطريقه ويعني الطريقه ديال المعطيشه يعني بالجلده ديالها راه كتعطي واحد الحريره زوينه بصراحه كتجي زوينه
والحمص طاو يعني يمكن لكم تخلوه بالجلده ديالو حتى هو كاين فيه الفيتامينات هكا بجلدته. صافي غنخليها هكا طبخ شويه بما تحيدات هاد الكشكوشه، غتحيد لي غير داك الكشكوشه صافي ونطفي عليها ان شاء الله. وهذه هي الحريره ديال الاخت ديالكم كيفاش يعني صايبتها، يعني حويجه طرا بساط كتصايبي بشي حاجه زوينه. ونخليكم باش ما نطولش عليكم الفيديو، ان شاء الله بعد ما طيب ونطفي عليها نرجع مع الاخوات. صافي هنا البنات غنديرها، انا غنقدم لك هاد الشوكه اللي غنحط فيها ومعايا السمنه. هسه من تحت حمص هانتوما البنات، هو هادي هي العشيوه اللي شاركت معكم، وهاي الحريره اللي شاركت معكم اختكم. هانتوما غنوريكم بعد ما يعني حطيتها، هادي هي الطبيله ديالنا ديال العشاء، نتمنى تعجبكم. هنايا الحريرة اللي وجدت معكم، بسم الله غنخويها قدامكم تشوفوا. جربوها الاخوات راه ان شاء الله غادي تعجبكم، وسهله يعني المقادير ديالها راهم بزاف، يعني كاينين في كل دار نتوما. وهادشي اللي كاين، انا غادي نخوي ان شاء الله الحريرة. وهاد مسمنات ديال الشحمار انا غنحط لكم الفيديو ديالهم اللي صايبت في الفران. وصافي هادشي اللي كان، نتمنى ان يعجبكم هاد الوصفات اللي شاركت معكم، وتجربوهم ان شاء الله ويصدقوا لكم. وان شاء الله الا جربتوهم صدقوا لكم، ما تنساوش البنات تخليو لي تعاليق ديالكم زوينه، راه كيعجبوني بعد ما كنشوفهم. وشجعوا خوتكم ومرحبا بكم في القناه ديالي، ونخليكم ان شاء الله في امان الله الى فيديو اخر. وما تنساوش الاشتراك البنات.